السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى سلمان. عيط لكم انتم باش سجل معكم على حساب الفلوس وعلى حساب داكشي. قال لك كوفيد والطاكسي تختار كلهم خدامين، كل شيء خدام. اللي سو ما كاينش اللي كركب معاه تيقول لك لا السيد خصو يخلصكم. وهذا السيد هذا ملي شاف براسو بقات معاه ضرب معانا 10 سنين وبقات عامين، ولا كيتمطر علينا هاد الايام، ولا كيصيفط لي فواط يا صاحبي. قال لك 50%. قلت له ودي حنا راه انت راه ساكن. قلت له انا في الكاريان، وراه تبارك الله ماشي مخصوص هو، راه عندهم طاكسيات، راه عندهم راه فوت 8 الطاكسيات اللي عندهم. تبارك الله ما جازا ديال الميكانيسيان كيبيع شي في الطوموبيلات، ما تبارك الله ما مخصوصين. وهو البارح عيط ليا قال لك قال لي شنو هادشي اللي درتي. قلت له انت كنتي كتقول لي سير جري جري زعما جري طوالك، كيما بغيتي تمشي سير قلب على راسك. ملي مشيت قلبت على راسي ولقيت الناس نصفوني، قال لي شنو درتي. قلت له انت قلت لي سير قلب على راسك. وملي جيت قال لي انا ما يهمنيش، انا روحت وقفتها 100 عام. شوف انت اللي ما عندك ما تاكل ما عندك ما دير. قلت لي واخا خليه. قلت لي دار المخزنيه اللي كاينه. المهم هذا السيد هذا باغي يبيعنا. عيط لي اخو الصغير نهار خويا راه ما بقاش قاد على المسؤوليه ديال الطاكسي، راه دابا غادي يدير لي رخصه، غادي يدير لي تنازل، راه باغي يبيع. تفاهم معايا؟ قلت تفاهم معايا. قلت لي انا ما كاينش التفاهم، كملوا معايا عطوني رزقي وكملوا معايا، وديك الساعه يجعل الله خير. كملوا معايا هاد العامين، وديك الساعه ما قدرتوش على المسؤوليه رجعوا الامانه للمواليه. وهذا الشيء اللي كاين اختي، هاد الناس هادو راه باغي ياكلونا حنا حيين. راه انت كتشوف اختي راه جيتي راه حنا في الهراويين وفي الزنق. الطالب اختي اما يكمل لي رزقي، يعطيني الرزق اللي كنسالو ويعطيني يكمل لي الرزق ديالي، ما يبقى ما يقطع ما ينقص لي منه. الناس خدامين، الطاكسيات خدامين تبارك الله، كلشي خدام. ويكمل معايا العمل ديالي، ما بغاش الله يعاونني ويعاونو اختي. حقرنا بزاف، حقرنا بلا قياس. في رمضان في الكوكي يلا بدا المرض شهرين الاولى ما عطاناش، قلنا ماشي مشكل المرض على كلشي ياك. دويت معاه في الواتساب، قلت له اخويا الله يحمي، كان ديك الساعه الزوج ديالي ناعس مريض بزاف، راه شوفي راه الدوايات. قال لي ما عنديش، جاب لي قفه. قلت له انا ما تنطلبش منك قفه، انا تنطلب رزقي، عطيني رزقي. ما قلتش كان يا جيب لي قفه. قال لك لا ما عنديش، واخا سكتنا وصبرنا على ديك شهرين ما لقيناش ما ناكلو نهائيا شهرين. ترى انت تشوفي كلشي. عاوتاني الشهر اللي مورا ديك شهرين 500 درهم اللي صيفط ليا، بدا تيتمال كل تيتفلى علينا 500 درهم. عاوتاني ساير على شحال كلشي فيه الشهوره كلشي، وتنطلبو وتيقول لي وانتم مالين كريمه، وتيسب بحال غادي السبان. مالي انا شوف بغيتيني نبيع حوايجي؟ واش انا بغيتيني نبيع الارض باش نخلصك؟ وسيري قال لي ديري اللي بغيتي وسولي انا الطاكسي مابقاش خدام ليا، واجي خدمي فيه ولا جيبي لي شي حد يخدم فيه بحال هكا. وتنقسم في امي بالله ما زدت شي كلمه، سولي على راسك. وانتم مالين الطاكسيات راه اهترتو مالين الطاكسيات. قال لي سيري سولي فيما بغيتي، ها هما في الوراق. انا المهم شي واقيلا 100 و 44 هاد الشهر دابا اللي عرف اللي بعينه عاد صيفط لي شهر كامل، شهر فقط، شهر في العيد الكبير صيفط لي شهر كامل. وهاد دابا ملي عرف راه حبسوا لي طاكسي صيفط لي شهر، ماشي لاخو كله نص يدير عليا من هضر معاه تيقطع عليا وتيبقى الاوديوات دابا نسمعهم لك ليه. زعما تعدى علينا بلا قياس، وتنقول لي راه الراجل ما تيشوفش وتنبكي عليه. قلت لي راه مريض والله العظيم حتى ما لقيت باش نشريو الدواء. قال لي ما عندي طاكسيات موقفين ما مخدمهمش، وانا دابا في العروبيه. انا ليا اش بغيتيني ندير لك بحال كوتي غوت؟ قال لي اش بغيتيني ندير لك؟ واش نبيع حوايجي؟ واش بغيتيني نبيع لك الارض؟ بحال هكا بحال وانا راه عندي الطاكسيات فيهم هادي وهاديك. قلت لك شي ماشي شغلي ديال الطاكسيات، انا رزقي عطاه لي المالك الله ينصرو، هو اللي عطانا ديك المعيشه لهاد السيد مضرير باش عايشين. عندي جوج بنيات ودري، دري عنده 6 سنين، يعني باقي مصاريف وهو عنده دوايات وانا عندي دوايات. الطلب ديالي هي يكمل معانا عامين كما كاين في وقع عقد النموذجي، ويعطيني رزقي اللي تنتسالو كامل، ويبدا يخلص ليا شهرين. حيت انا اختي انا عندي دواء، عندي معيشه، عندي ضوء، عندي ما عندي قروض هزاهم هيا، حيت ما عطيتهمش رزقهم من اللي بدا هادشي. واحد الدريه درت ليها نهار وهزيت الفلوس وتزوجتها، ما عنديش با ما تيشوفش وانا ما عنديش. هزيت السلف، تسلفت من القروض وتسلفت من عند الناس، وحق الله حتى واحد ما عطيتو رزقه. الطلب ديالي يعطيني رزقي كامل ويكمل معنا العامين اللي بقى لي في العقد ويخلص ليا شهريا.